السلام عليكم الاخوان، كيف الاحوال؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين وبخير. المهم غنحاول ندخل في الموضوع مباشره. رجعنا كنعانيو بزاف من واحد الظاهره اللي تقريبا غتجبر واحد او وحده في الحومه ديالكم كيعاني منها، الا وهو السحر. اليوم الاخوان في الفجر فقت، شنو كنجبر؟ كنجبر السحر مرشوش امام العتبه الباب، واكيد غتجبر شحال واحد كيعاني من هادشي. ها اللي رشوا له السحر، ها اللي عملوه له في العقاد، ها اللي عملوه له في الماكله، ها اللي عملوه له مشروب، يعني جميع انواع السحر. السحر من الكبائر، والمشكل السحر هو كاين جوج انواع الذنوب، كاين الذم مع الله عز وجل وكاين الذم مع العبد. نفترض انك مثلا استغفرت الله وندمتي مع الله عز وجل، يقدر يغفر لك ويعفو عليك، ولكن المشكله ديالو السحر هو مع العبد، يعني العبد خصك تمشي لعندو تطلب منه السماحه، وهادشي راه صعيب بحكم واش يقدر يسمح لك ولا ما يسمح لك شي، واش غيفضحك في الحي ديالك، واش غيديك المخزن، واش بزاف، يعني كاين المشاكل اللي ما يخليوكش يمشي يطلب منه السماحه. وهنا كيتجلى خطوره السحر، يعني غيبقى دائما عندك ديك الذنب، وخا طلب السماحه من الله عز وجل مع العبد ما عندكش كيفاش تعمل. والناس اللي كيمتهنوا السحر كيكونوا غالبا اللي كيكون عارف الاضرار ديالو وشنو كيقول الله عز وجل في السحر وكيطبقوا، يعني هذا في طغيانهم يعمهم كما كيقول الله عز وجل. السحر الاخوان غالبا كيكون نقص الايمان، يعني اللي عنده الايمان ضعيف وعندوش قدره باش يواجه المجتمع كيلتجأ للسحر بطرق شتى. هل اللي كيكره صاحبه كيمشي يعمل له السحر، هل اللي خصو يجوج بشي وحده كيمشي يعمل له السحر، هل اللي خصو يفرق شي شخص على شخص كيمشي يعمل له السحر. واش فهمتونا الاخوان؟ وهذا الشيء هذا زعما الصراحه الله يحفظه وصافي، لا حول ولا قوه الا بالله وصافي، خصوصا في الاحياء الشعبيه كتجبر تبارك الله الشباب بحال الورد وهما كاملين مفسودين بالسحر. هل اللي حماق، هل اللي مسكين مسطي، هل اللي مسكين موسواس، هل كل واحد شنو المشكل ديالو. النبي صلى الله عليه وسلم شنو كيقول في السحر الاخوان؟ من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الإخوان من أتى كاهنا وصدقه بما يقول. هذا مثلا إذا مشيت أنا عند شي ساحر وقال لي مثلا غير شي قصة وصدقت عليها أي حاجة، مثلا قال لي أنا غدا أنتي غيكون عندك مصيبة، ولا أنتي غيكون عندك العام ما جي شي حاجة، يعني في التنجيم إلا شي واحد تنبأ لك بشي حاجة وتيقته، فقد كفر بما أنزل على محمد. فما بالكم بالشخص اللي كيمارسو، اللي مثلا كيمشي يذبح لغير الله، اللي كيمشي يتعامل مع مخلوقات أخرى، اللي كيمشي يفسد عباد الله وكيضر عباد الله بدون يعني بدون حياء. الاخوان هادشي هذا راه خطير بزاف، راه هادشي هذا هو اللي كيفسد وكيشتت المجتمع. علاش مثلا بنادم ما يكونش عنده الايمان قوي على هيدا؟ علاش دينا ما يكونش عندك الثقه في الله عز وجل؟ يعني الله عز وجل، انا نسيت الايه ولكن نحاول نعطيكم المعنى ديالها، لو اجتمع الانس والجن على ان يضروك ما يضروك الا باذن الله، يعني ما يضرك حتى شي واحد الا اذا اراد الله عز وجل بالمشيئه ديالو. واهم حاجه الانس خصو يعمل بالو هو الله عز وجل اللي كيقول ولا يفلح الساحر حيث اتى، يعني ايه صريحه معبره، ما عمرك عاد نجح، ما عمرك عاد فلح، واش فهمتيني؟ ما عمرك عاد وصل للهدف اللي خصك. اذا وصلتي لشي هدف راه كون مأكد، ولا كون مأكدة اذا عملتي ديك السحر من ديك الشخص كون مأكد حياته ولا حياتك ولا ولادك، تخرج لك ولادك ولا شي حاجه. يعني الله عز وجل الله قال الفلاح ما كاينش، النجاح يعني انك الهدف ما عاد وصلوش، واش فهمتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دابا انا كنقول لكم الاخوان، كنوض الصباح كنجبر الباب ديالنا، انا نخلي لكم فيديو عاد تشوفوه، فيديو كنجبر بنادم مرشش لك هذا بهذا شنو لا ما كيفتش. ونقول لكم الاخوان واحد الحاجه، اللي حصلت هوها كيعمل هاد الشيء هذا ما درحمو واش، الرحمه ما كايناش. هاد الشيء هذا من الناس بحال هادو ما كيرحموهمش. شوف كازا شنو كيعملوا هادوما، انا غنخلي لكم فيديو شنو كيعملوا الناس في كازا وغنوريكم الساعه، غنوريكم كلشي، واش فهمتوا؟ او شي شحال من وحده خارجه هاد هاد المراه هادي، شوف شوف تبارك الله، شوف شوف تبارك الله، شوف عباد لك تدخل، شوف 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 هادو خايتي توجدوا عند الشوافه. ها هما هاد الناس هادو، هادي ها هي هادي وهادي، الله يسهل عليك تتعرفي انت يلا اللي جايه عند الشوافه. راه حسنا يلاه ها هي ها هما غادي تيجريو هما هادو، وكيعذبوهم كيفضحوهم ديك الحومه، كيخويوهم الحومه، اللي ساحر كيخوي الحومه، واش فهمتي؟ ماشي منا، اعطينا التيسعه اخي ديالي ولا اختي ديالي، فهمتي؟ والله العظيم راه الناس كيبقاو على ديك الساحر بالهضره، كيبقاو ينقروا عليه حتى كيبان حد ديك المنطقه، واش فهمتي؟ حيت ما تجي تشوف الغرامه شنو يعملوا له في السجن وكذا شي، سمعت انا قال لك يحكموا عليهم بشي 3 شهور ولا ما عرفتش شنو، كيحكموا عليهم بشي واحد، يعني ديك الشيء ما كي لا يسمن ولا يغني،
واش فهمتي؟ لهذا لا حول ولا قوة إلا بالله وصافي. الخلاصة الإخوان هو أن السحر من أعظم الذنوب، وما غتربح والو إذا أديتي خاك المسلم من غير عذاب جهنم، هادشي اللي كاين. وما كاينش الفلاح في الدنيا الإخوان، لا في الدنيا لا في الآخرة. وعمل بالك ولا عمل بالك أختي ولا اللي كيعمل هادشي هذا، راك أنت في الدنيا، هادي أهم حاجة، فهمتي؟ والدنيا راه قصيره، 60 70 سنه 100 سنه خا ديال اللي عشتي، ولكن عند الله العذاب شديد. المهم الاخوان نشروا هذا الفيديو، لعل وعسى شي واحد من هاد الناس يشوف هذا الفيديو ويهدي الله. هادشي اللي كنتمنى. السلام عليكم.